بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نورك محمد الحق المبين وعلى آله وأصحابه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حكاية جديدة من حكاوي ابن الطيب. كل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة وسريعة ولكنها هامة جدا جدا جدا، وهي عادة بيقوم بها المصريين تحديدا على وجه الخصوص وما يعرفوش إنها من الطقوس الدينية اليهودية. كلنا طبعا عارفين ان من ضمن الاحتفالات بذبح الأضحية في عند المصريين انهم يحطوا ايديهم في الدم ويحطوه على الحيطان وعلى البيوت، واللي هو بنسميه كف الدم. الموضوع دوت هم المصريين بيعملوه على سبيل الفرحة، على سبيل التبرك بدم الأضحية، على سبيل في بعض الحكاوي تقول لك انه بيمنع العين والحسد عن اهل المنزل. كتير قوي من اللي بيتكلموا على مواقع الإخبارية وفي بعض المنتديات بيقولك إن هو عادة فرعونية قديمة، وإنه مرتبط بالأضحية اللي كانت أو القرابين اللي كانت بتقدم في المعابد عند الآلهة المصريين القدماء. الكلام ده كله هو مرتبط بالفرعون، ولكن مش مرتبط بالفرعون، هو مرتبط بفترة اليهود لما كانوا عايشين في عصر الفراعنة. ايه الحكاية؟ الحكاية كلها ان لما ابتدى اليهود يستعدوا للخروج وابتدوا يتخذوا من بيوتهم مصلى زي ما امرهم ربنا سبحانه وتعالى في سفر الخروج 12 و13، في حاجة مهمة قوي اتقالت: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي انتم فيها، فارى الدم واعبر علي عنكم فلا يكون عليكم ضربة الهلاك حين أضرب أرض مصر. الكلام ده يعني إيه؟ الكلام ده في سفر الخروج، إن يعني لما جم في الشروحات بتاعته قالوا إن اليهود ذبحوا شاة، أو بقى كل بيت يذبح شاة اللي هي خروف يعني، وبياخدوا الدم بتاعها الكف دوت ويحطوه علامة على البيوت بتاعتهم، فإن الملائكة العذاب والهلاك وهي نازلة علشان تعاقب قوم فرعون على معارضتهم لديانة الله سبحانه وتعالى، فيعرفوا إن دي بيوت اليهود المؤمنين فما يضربوهمش وينزل الهلاك على البيوت التانية. حتى في بعد يعني بعد كده في السفر وفي الحواديث اللي اتقالت، يعني هل إن الملائكة ما كانتش هتعرفكم لوحدها، أو إن الإله مش هيعرفكم لوحده، محتاجين كنتم علامة؟ فردوا قالوا هكذا أمرنا الرب. فياريت نعرف ان العادة بتاعت كف الدم هي عادة من الطقس او احد طقوس الديانة اليهودية، وكانوا بيعملوها علشان تحميهم من العذاب ومن الهلاك. وعلشان كده هنلاقي ان في الديانة اليهودية في عادات كتيرة جدا 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 مرتبطة بالدم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.